السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مايكروتيوب. والنهاردة الحلقة الأخيرة في الجروس بروموشن، وقعدنا ندور نشوف شعار للقناة، واخترنا شعار خليك فاكر إنك لازم تذاكر. ويلا بينا. ورجعنا لكم تاني في سيشن الجروس بروموشن تيست، ده بارت 3، وده يعتبر آخر بارت معانا في سلسلة الميديا بريباريشن والجروس بروموشن. طبعا احنا هنتكلم النهارده عن الانهيبيتوري بروبرتيز فور ليكويد اند سوليد ميديا. اول حاجه بنعملها، طبعا التيست بتاعنا هيمر بثلاث خطوات. الخطوه الاولى انيكوليت ابروبريت ميديوم ويز ات ليست 100 سي اف يو. لو تلاحظ ان احنا عندنا في التيست ده نوت ليس ذان او ات ليست 100 سي اف يو. في الجروس بروموتنج تيست كان بيقول نوت مور ذان 100 سي اف يو، وطبعا هنا بيقول at least 100 CFU. لأن التيست بيقيس مدى قدرة الميديا على عمل inhibition للمايكرو أورجانيزم، فبالتالي بيحط أكبر كمية ممكنة من CFU. بعد كده بنعمل incubate at a specified temperature for not less than the longest period of time specified in the تيست. وطبعا الجزء ده بيقول ان انا بحضنها عند اطول فتره ممكنه. في الجروس بروموتنج لو تلاحظ ان هو بيحضنها عند the shortest period of time. هنا في التيست ده بيقول لك ان الميديا قادره على الانهيبيشن وانهيبيشن لاطول فتره ممكنه. بعد كده بيقول ان في الاوبزرفيشن بتاعه no growth of the test، مفيش اي نمو للمايكرو اورجانيزمات. وطبعا زي ما قلتكوا الصوره بتاعتنا اللي هو الستيبس بتاعت الشغل بتاعتنا. اول حاجه ستيب 1 هنا بيحضر not less than 100 CFU. بعد كده بيعمل انكليت نيو اند previously approved medium. طبعا بيعملهم دوبليكيت، طبقين وطبقين. بعد كده بنعمل ايفالويشن للانيكلم بتاعتنا، انيكوليت نون سيلكتيف اجار. بنعمل سبريدنج سبريد ميثود بالسبريدر، جلاس سبريدر او بلاستيك ديسبوزابل سبريدر. ليه بقى؟ علشان نعمل استيميت that the inoculum not less than 100 CFU. بعد كده بعد الانكيوبيشن بنعمل لها انكيوبيشن عند السبيسيفايد تمبريتشر. في ستيب نمبر 4 هنا بيقول examine previously approved media growth should be inhibited. بيحصل انهيبيشن للمايكرو اورجانيزم فبالتالي ما بيحصلش اي growth. في ستيب 5 بيقارن النيو ميديا او النيو باتش with previously approved batch، وطبعا ما بيحصلش اي growth في الاثنين. في ستيب نمبر 6 بيقول count colony no non-selective media to confirm count is more than 100 CFU. ان احنا بيأكد ان الكاونت او الانيكلم اللي هو حاطه not less than او more than 100 CFU. بعد كده عندنا التيست التاني اللي هو الاندكتيف بروبرتيز تيست فور سوليد سيلكتيف ميديا. وطبعا هنا في التيست ده لو انت شفت الجروس بروموشن الفيديوهات اللي قبل كده هتعرف ان احنا ما بنعملش الانديكاتيف بروبرتيز تيست للبروس ميديا. لو تعرف اكتب لي في الكومنتات تحت. بعد كده بيرفورم سبريد سيرفيس سبريد ميثود انكيوليت ايتش بليت ويز ا سمول نمبر نوت مور ذان 100 سي اف يو. هنا قال ان نوت مور ذان 100 سي اف يو، وطبعا علشان حاجه مهمه جدا لان هو بيعمل ريكفري للمايكرو اورجانيزم وبيعد الريكفري بتاعه. تاني حاجه ان هو بيشوف الابيرنس بتاع المايكرو اورجانيزم على الطبق السيلكتيف بتاعه. بعد كده بيعمل اني انكيوبيت ات سبيسيفايد تمبريتشر فور ا بيريد اوف تايم ويذين ذا رينج سبيسيفايد ان ذا تيست. وطبعا الجزء ده هو ما ذكرش فيه the shortest period of time أو longest period of time. ليه؟ على حسب أنت شغلك، هل أنت بتعمل incubation عند أطول فترة أو أقل فترة، ده بيسيبها على حسب الشغل الروتيني بتاعك. colonies are comparable، يعني بيقارن
النيو باتش with previously approved batch، بيقارن الاتنين ببعض سواء appearance او evaluation للريكفري بتاعه. بعد كده زي ما قلته ده البيكتشر بتاعتنا او الستيبس بتاعت الخطوات بتاعتنا. ستيب نمبر 1 بيحضر نوت more than 100 CFU. ستيب 2 بنعمل انيكيوليت النيو اند previously approved ميديا. بعد كده بيعمل النون سيلكتيف اجار، وطبعا احنا قلنا بنعمل نون سيلكتيف اجار عشان نعمل ايفالويشن لل بيعمل ايفالويشن للانيكلام بتاعتنا. بعد كده بيعمل كاونت او بيعمل ريكفري للمايكرو اورجانيزم على الطبق. وكمان في نمبر ستيب نمبر 5 بيعمل كاونت للكولوني على النيو باتش. بعد كده بيقارن الاثنين ببعض وبيقارن كمان الابيرنس بتاع المايكرو اورجانيزم على الطبق. في ستيب نمبر 6 اتعودنا ان هي بيعمل كاونت للانيكلم ويشوف ان هي نوت مور ذان 100 سي اف يو. طبعا لو انت اشتغلت الجزئيه دي واشتغلت الجروس بروموشن كامل ولقيت ان الريزلت بتاعتك نوت ساتسفايد، بتعمل ايه انت كسوبرفايزر او سكشن هيد او مدير؟ بتعمل انفستيجيت للبروسيدور اوف ذا ميتي بريبريشن اند ذا بروسيدور اوف جي بي تي. بتعمل انفستيجيت لكل الطرق اللي اشتغل سواء اللي اشتغل او الميديا او طريقه التحضير او البي اتش او المايكرو اورجانيزم اللي استخدمه او الكميه اللي استخدمها او الانيكولوم. بعد كده يا اما تبقى حاجه من الاثنين، يا اما اناليست ايرور او لاب ايرور. طيب في حاله لو ما حصلش اناليست ايرور او لاب ايرور بيعمل ايه؟ طبعا بيكون بيشتغل الشغل ده حد مايكروبيولوجيست بس بيكون مور كواليفايد سواء سوبرفايزر او سكشن هيد. طيب لو الريزلت نوت ساتسفايد بيعمل ايه؟ الميديا بيعمل لها ديكونتامينيتد، بيدخلها ديكونتامينيشن سايكل او ديستراكشن سايكل. بعد كده هنقول ان السبلاير ده از كونسيدر بور كواليتي ميديوم تايب، وطبعا التقييم بتاعه بيكون قليل وبيتم تغيير السبلاير في نوع الميديا ده. وان شاء الله باذن الله نشوفكم في الفيديو الجاي بالميكروبال سسبنشن، وده سيشن مهم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وبكده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وصلنا لنهايه الكروس بروموشن، وهسيب لك الفيديوهات بارت 1 بارت 2 والميديا بريبريشن على نهايه الفيديو. يا ريت تدخل تشوفهم علشان هيفيدوك جدا علشان توصل للمستوى المستوى النهائي او بارت 3. لازم تكون شفت المستويات اللي قبل كده، او لازم تكون شفت الاجزاء اللي قبل كده. وخليك فاكر انك لازم تذاكر.